موعدنا الليلة مع موضوع الروح والنفس. قلنا قبل كده ان في خلط في استخدام كلمة نفس وروح. الناس تقولك ايه، فلان روحه بتتعز، فلان روحه بتتنعم. اقولك انا روحي زهقت. القرآن يصحح لنا التعبير، يقول وتزهق أنفسهم، فالنفس هي اللي تزهق، أما الروح فهي جوهر شريف من أمر الله، وربنا ينسبها النفس دايما، ولا يصح إن احنا نقول روح بتتنعم روح بتتعذب، لأن الروح جوهر شريف من أمر الله، وربنا بينسبها لنفسه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، نسبها إلى نفسه. والروح جت في القرآن بمعاني كثيرة، جت بمعنى إيه؟ ما به حياة الأجسام، وما به حياة النفوس، وجاد بمعنى جبريل الروح القدس، وجاد بمعنى ما يوحي به الله سبحانه وتعالى إلى جبريل، وجاد بمعنى الكلمة كلمة الله، كلمة الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وزي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى ينسب الروح إلى نفسه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ينسبها النفس، وأيدهم بروح منه. وما فأرسلنا إليها روحنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، دايما ينسبها النفس. أما النفس فهي نفسك، حقيقتك، نفسك ذاتك، وهي دي اللي تكلف وتسأل وتعذب وتنعم، وربنا بينسبها، ينسب النفس إلى صاحبها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بينسب النفس لصاحبها. قال وما يخدعون إلا أنفسهم وتزهق أنفسهم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت له نفسه، دايما ينسب النفس إلى صاحبه، لكن ينسب الروح له، لأنها جوهر شريف من أمره، وهي الجوهر الذي به تكون حياة الأجسام. ما يصحش إن احنا نقول على الروح انها تتنعم او تتعذب، انما ده كلام يقال عن النفس. نفسك ذاتك، ونفسك حقيقتك، وهي اللي يقع عليها التكليف، وهي التي تسأل وتحاسب، وهي التي تساب وتعاقب، وهي في القرآن محل الذم ومحل المدح، في النفس الأمارة، وفي النفس المطمئنة، وفي النفس الملهمة. أما الروح فلم تذم إطلاقا في القرآن، ربنا نسبها إلى نفسه، وده أعلى شرف. الجسد هو هذه الآلة العدة، حتة التكنولوجيا دي، هو ده الجسد. الملحد بينكر تماما حكاية الروح، ولا يعترف بأي حاجة غير الجسد، العدة، التكنولوجيا. والنفس في نظره هي مجموعة ردود الأفعال واستشعارات الخطر والجوع والجنس، وهي عين الجسد، وهي تموت بموته. والتفكير هو مجرد نشاط في الخلايا، العقل هو عين المخ، والتفكير مجرد نشاط في الخلايا، والسعادة مجرد كيماويات، والحب هرمونات، والكراهية مواد بتبقى في الدم،
وخلاص وانتهينا وريح دماغه من كل حاجة، فرد كل شيء إلى الجسد، حتى العقل اعتبره هو المخ، وكل حالات الجسد اعتبرها مجرد كيماويات في الدم أو هرمونات، وحتى النفس اعتبرها ردود أفعال هذا الجسد نفسه، واستشعارات الخطر والجوع والجنس في الجسد ده نفسه، ومطالب الجوع والجنس والغذاء ومخاوف الخطر في الجسم ده نفسه، فجعل النفس عين الجسم. طيب احنا هنمشي مع الملحد ده ونريحه، نقول له طيب اذا كنت انا جسدي فمن الذي يضحي بجسدي في عملية فدائية؟ اذا كنت انا جسدي ازاي هضحي بجسدي في عملية فدائية؟ اذا كنت انا الجوع فكيف احكم الجوع؟ اذا كنت انا الشهوة فكيف اقمع الشهوة؟ يعني ده عملية اني اقمع شهوة او اكبح جوع او اضحي بجسمي، معناها ان في شيء جوايا له علو على الجسم على طول كده. انما لو كان كل حقيقتي هو الجسم ده، طب مين اللي بيضحي بيه ساعة العملية الفدائية؟ مين الجسد هيرمي نفسه ليه في النار؟ بناء على ايه وعشان مين؟ ما دام الحكاية ما فيهاش أي حقائق، ولا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، إيه الفايدة؟ ليه؟ ملهاش تفسير أبدا، إلا إن في جوهر عالي من جوه، في شيء عالي على الجسد هو اللي بيدبر الجسد ويحكمه، وهو اللي ممكن يقمعه. إذا كنت أنا مطالب الجنس والجوع فإزاي بصوم؟ طيب هي ببساطة كده، هي معادلة كده بسيطة خالص. يبقى مسألة لا تفسير لها إلا إن جوه هذا الجسم فيه جوهر عالي بيدبره ويحكمه ويقمعه ويكبحه، ويبقى الجسد عاوز حاجة وهو يقوله لا. الثنائية دي تدل على إن في شيء فوق الجسم. نفس الحكاية برضو الكلام اللي قاله عن إن العقل هو عين المخ، وإن السعادة هي شوية كيماويات والحب هرمونات والكلام الفارغ ده كله، بقول له انت عكست الوضع، لان هي الفكره مين بيسبب مين؟ هل ممكن واحد يبلع قرص فيحب، ولا هو الحب نفسه اللي ممكن ينشط ويطلع هرمونات ويغير الدم؟ الكراهيه ممكن تغير الدم، الغضب يغير الدم، انما مش ممكن اخد قرص فاغضب. يعني مين بيعمل مين؟ هي دي الفكر قبل الماده ولا الماده قبل الفكر؟ السؤال القديم قوي 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 من الأزل، مين بيعمل مين؟ عمر ما في قرصة أو مثلا شربة أبلعها فحب، لكن ممكن أنا نتيجة الحب يتغير دم، يتغير تركيب، يزيد الأدرينالين، يزيد هرمونات بالشكل ده. يبقى إذن في شيء الأول بيحصل وبعدين له مردودات ثانوية، يبقى معناها على طول إن في شيء أعلى من شيء، في شيء حكم الجسد على طول وغير تركيبه، سواء كان حب أو كراهية أو رفض أو تضحية أو كل الحاجات دي كلها تدل على وجود شيء جوهر عالي جوه الجسم بيدبره ويحكمه ويقمعه ويكبحه.